بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. خطأ كبير فاتح يقع فيه أكثر الناس إلا من رحم ربي. كيف تقتل نفسك بلسانك وأنت لا تدري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا خطيرا: البلاء موكل بالقول. وفي رواية: البلاء موكل بالمنطق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إنسان يتكلم بشر في حالة المصيبة، يجزع ويدفعه الجزع إلى أن يتكلم بشر في حال المصيبة، فتكتب الملائكة ما يقول ويتحقق ما يقول فعلا، ويتحقق ما يقول فعلا، فيقتل نفسه بلسانه وهو لا يدري. حاضر أحللكم أمثلة كثيرة من السنة النبوية عشان يعني هذا الحديث يعني يتضح. في البخاري: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على رجلا مريضا ليعوذه او ليزوره، فقال له: طهور. كلمه طهور معناها، يعني في المرض تقال في المرض معناها طهور من الذنوب، لان المرض من اكثر الاشياء اللي بتكفر الذنوب والمعاصي. فقال له: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال له: طهور يا رجل. قال له: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له ايه؟ قال له: اذا نعم، ما دام انت مصمم على كده خلاص. فمات هذا الرجل في الصباح. فقال لك ايه؟ قتل نفسه بنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: طهور ان شاء الله، وداخل يعني ايه؟ كان بيقول له: ان شاء الله تخف وان شاء الله كده. فالراجل بيقول له: لا، انا ميت ميت. انا ميت ميت. فالحمى تفور على رجل كبير، فمات فعلا. شوفوا الكلمه، الكلام بيعمل ايه؟ وده اللي احنا بنقوله في اللغه العاميه: يقدر البلاء قبل ان يقع البلاء، ما تقدرش البلاء قبل وقوعه، عشان ما تسببش لنفسك المصيبه. ربنا سبحانه الملائكه تنتظر، ورب العالمين سبحانه وتعالى ينتظر، ماذا ستقول عند المصيبه؟ هل ستجزع وتيأس وتستسلم، ولا تقول ولا هتقول لا ان شاء الله تفرج، ان شاء الله الظروف تتغير باذن الله؟ طبعا كثير من الناس: لا، انا ميت ميت، انا الموضوع ده فاشل فاشل. الموضوع حين الياس، الانسان بييأس. فللاسف الشديد هضرب لكم بس امثله تانيه من السنه النبويه. سيدنا يوسف عليه السلام عندما تكلمت عليه النسوه، قال رب السجن احب الي، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية دي قال حديث خطير جدا. قال إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يوسف وهو في السجن، وقال له: يا يوسف، سألتنا السجن فأدخلناك السجن، لو أنك سألتنا المعافاة لعافيناك. دي بقى سيدنا يوسف قال عفوا، قال عفوا. لو سيدنا يوسف ما كانش عايز يخش السجن ولا حاجة، لكن هو كانوا بيهددوه بالسجن. مش امرأة العزيز كانت بتقول إيه؟ ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. فبتهدده بالسجن. فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لو هو كان قال ربي المعافاة احب الي مما يدعون اليه لعافاه الله سبحانه وتعالى، لكن هو قال كلمة السجن، فربنا دخله السجن. شوفوا، نبي كريم عظيم، ابن سيدنا يوسف عليه السلام، بكلمة واحدة دخل السجن. وكان ممكن ما يخشش لو كان قال المعافاة. طب حاجة تانية، مثل تالت: سيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن، بعد ما طلع من السجن، قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فتأخر عاما كاملا، الملك ما عينوش عزيز لمصر إلا بعد سنة كاملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث:
لو أن يوسف لم يسأل العزيز، لم يقل رب رب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأخذها من توه، كان الملك عينه في ساعتها على طول. لكن تأخر سنة بحالها كان نوع من الابتلاء، أو مش عايز أقول العقاب، تأدبها مع سيدنا يوسف عليه السلام لأنه طلبها. مع إنه خلي بالكم سيدنا يوسف عليه السلام هو أحق الناس وأول الناس على وجه الأرض بهذه المنزلة، لأن هو اللي شاف الرؤية بتاعت الملك، هو اللي فسرها، هو اللي أنقذ مصر من القحط والجدب الشديد اللي حصل اللي ضرب العالم كله، وأصبحت مصر هي خزائن الأرض. كل الناس من أنحاء الأرض بتيجي عشان مصر عشان تاخد الأكل، لأن حصل قحط ودهب جدب ضرب معظم أنحاء العالم. يعني سيدنا يوسف من حقه إنه يقول رب اجعلني على يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه هو عارف نفسه هو أولى الناس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث، كان يقول في الحديث لا تطلبوا الإمارة فإننا لا نعطيها لمن يطلبها، فمن طلبها وكل إلى نفسه، ومن أخذها دون أن يطلب أعين عليها، ربنا يعينه عليه. شوف قد إيه، يبقى كلمة قالها يوسف أخرته سنة بحالها. طيب واحد تاني كان دائما بيكتب، يعني قصة بقى من أهل هذا الزمان، كان دائما يكتب على الفيسبوك أنا حمود غريق، أنا حمود غريق، أنا حمود غريق. الشيء الغريب كان قاعد على كرسي مثبت من كرسي الاسمنت المثبت على البحر، جت سياره خبطت الكرسي كسرته، طيرت الكرسي، نزل بيه، نزل في البحر وغرق فعلا. عايزين اكتر من كده. واحد تاني ممثل من الزمن الغابر، كان فقيرا في بدايه حياته، فكان بياكل فول وكان بيتبطر على الفول، مش عاجبه انه ياكل فول يعني. فقالوا له احمد ربنا على نعمه الصحه في غيرك يعني مبتلى. قال لهم انا ما يهمنيش، انا الفلوس عندي، انا مستعد يجي لي مرض خطير. وبعض الناس قالوا ان هو قال انا مستعد يجي لي سرطان والعياذ بالله ويبقى ومعايا فلوس. ودي القصه دي معروفه يعني. هو فعلا دارت الايام وبقى ممثل مصر الاول، وبقى عنده شركه انتاج باكثر من نص مليون جنيه، ومرض وهو لسه في الشباب في الاربعينات وجاله سرطان ومات فعلا، بس المرض زي ما هو قال. شايفين؟ شوف الكلمة بتعمل ايه؟ انا شخصيا ليه يعني كان خالي الله يرحمه لما وصل سن 82 سنة قاعد يقول انا حموت انا حموت، لان ابويا مات في سن 82 سنة، كان له حالة من الاكتئاب ما بقاش ياكل، ففعلا مات. ليه يعني بنت خالة، كانت خالتي الله يرحمها مرضت بالمرض الخبيث، جالها ورم في الثدي، فكانت بنت خالتي دائما تقول وهي من هي صغيره انا هيجي لي ورم في الثدي زي ماما، انا هيجي لي مرض في الثدي، عايزه تكرر ذلك، جالها المرض والعياذ بالله زي ما قالت. طبعا امثله لا تحصى، فخلي بالكم انا بقول لكم الكلام ده لان ده شيء خطير جدا. كثير من الناس عند حالة الجزع واليأس بيتكلم بكلام والبلاء موكل بالقول. ربنا مستني انت هتقول ايه؟ طب نعمل ايه؟ لو اصابك يأس، واكيد هيصيبنا يأس، ان الرسل نفسها في وقت من الاوقات بتقترب من اليأس، مش هقول بتيأس لانه لا يأس من رحمة الله الا قوم الكافرون، حاشا لله الانبياء. لكن حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم الظالمين، على القوم المجرمين في سوره يوسف. حتى اذا استيأس الرسل، ربنا بيقول سبحانه وتعالى بيقول كده في سوره القران، فما فيش حد مش هتمر عليه لحظه يأس. لكن اوعى اوعى اتحكم في لسانك. طب لو لسان زلف ولسان قال انا ميت ميت، الموضوع ده فاشل، نعمل ايه؟ استغفر الله سبحانه وتعالى في الحال وقل عكس ما قلت. يعني لو قلت مثلا المشروع ده فاشل، مفيش فايده، انا ميت ميت، انا قلت وتنبأت بالبلاء قبل ان يحدث البلاء، قل لا ان شاء الله خير، استغفر ربنا سبحانه وتعالى، قول ان شاء الله خير باذن الله الموضوع يتم باذن الله، بصرف النظر حتى لو انت كنت معتقد داخليا ان الموضوع ده الامل فيه ضعيف جدا،
كما جاء في الاثر، وكان هذا الاثر ضعيف جدا. تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه، لكن ما تنبأش بالشر، لان انت ما تعرفش تغيب في ايه، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ذلك. لما تتنبأ بالشر وتقول ده هيحصل، ربنا يقول لك خلاص انا هعمله لك بدأ. يعني هو انت تعرف الغيب، كيف تتقول على رب العالمين سبحانه وتعالى بشيء غيبي وتتنبأ بالشر كمان؟ عقابا لك، الجزاء من جنس العمل، وربنا سبحانه وتعالى يحوله الى واقع فعلا. محدش يتقول بغيب، ما تقولش الموضوع ده فاشل، لان عرفت منين؟ ما يمكن تحصل شيء، يحصل شيء طارئ يغير الموضوع من النقيض الى النقيض. الانسان ما يعرفش اللحظه الجايه فيها ايه، فالانسان يتقي الله سبحانه وتعالى. لان انت لما بتقول كده انت بتتقاول رب العالمين سبحانه وتعالى انك انت تعلم الغيب، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ده نوع من انواع الياس من رحمه الله، فلازم هيبقى في عقاب، عقاب في الدنيا، لان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبنا في الدنيا حتى يعافينا في الاخره. ربنا سبحانه وتعالى يبتليك باللي انت قلته، فيا ريت كلنا نتقي الله ونحافظ على السنتنا. انا هكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخور شروع الحديث ده، يا ريت ونشر هذا العلم في ثواب عظيم، لعل علم ينفع الله اكرم عامل بيه يوم القيامه. ننقل ذلك من كل مشاهد وشوش، تفعيل الجرس واشراك في منال، يصلكم كل جديد، ولساعدوني على السنه النبويه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.